اهلا بيكم معانا في اولى حلقاتنا واولى رحلاتنا من برنامج رحله سعيده. كلنا بنحب الرحلات، وطبعا كلنا اكيد بنحب السعاده، واسعد الاوقات بنقضيها مع اكتر ناس بنحبهم وبيحبونا، اهلنا. في برنامج رحله سعيده بنستضيف اسر كامله، بنقعد مع بعض، نتكلم مع بعض، نلعب مع بعض، وناخدهم رحله يسمعوا حواديت، يعرفوا حكايات كتيره جدا. مهم جدا جدا الوقت اللي بنقضيه سوا مع بعض، والكنز اكيد في الرحله. رحلة سعيدة دايماً بيبقى معانا أسرتين، والنهاردة أسرتنا نوروا وشرفوا ومستعدين علشان يبدأوا رحلتنا النهاردة. فيلا بينا أعزائي المشاهدين، يعلن برنامج رحلة سعيدة عن بدء أولى رحلاته. يلا بينا عشان نلعب بسرعة.